طيب عايزين نكمل مع حضراتكم مره تانية بخصوص بقى الارقام والاحصائيات، الفقره بتاعتنا اللي بنحاول انها تكون ثابته عشان نبسط الصوره ونوضحها لاهالينا في مصر عشان تبقى عارفه احنا كنا بنمر بايه وحقيقه الوضع دلوقتي ايه. طيب الصوره الاولى بتقول بحث ايه وتفكير ايه؟ هما الكام كتاب اللي انتوا بتوزعوهم على العيال في المدرسه دول هما اللي هيغيروا التعليم؟ لا يا فندم، مش الكام كتاب دولت هما اللي هيغيروا التعليم. لان الحقيقه بتقول اننا سنه 2016 اطلقنا موقع بنك المعرفه المصري، وهو اكبر موقع مجاني للكتب في العالم، متاح الدخول لكل مصري داخل مصر مجانا. وبنك المعرفة زاروا أكثر من 8 مليون زائر مصري منذ انطلاقه بين طلاب باحثين وخلافه. كنز معرفي متاح مجانا للناس اللي عاوزة تقرأ بجد واللي عاوزة تتعلم في جميع الأعمار والمستويات وتستفيد بشكل صحيح وبشكل مناسب لتخصصها. حتى في قسم خاص بالأطفال يعني مجاني برضو، عليه مئات الالاف من الكتب المتخصصه للطفل. واحنا كمان بنوعد حضراتكم اننا هنعمل حلقه مخصوص عن بنك المعرفه، لان ده مشروع قومي يستحق الوقوف عليه والاستفاضه للحديث عليه بشكل كبير جدا جدا جدا.